استنى يا رمضان ما تخافش، انا هجيبك. انت فاكر ان انت بتعمله ده صح؟ هو المقابر المفتوحه دي فتحوا الباب، مش عارف وخرجوا ازاي يعني. ازاي انت لازم تقول لي حمودك ورمضان فين؟ انت كده اللي غدرت علينا، انت كده اللي غدرت علينا. خلص عليه. طب ايه ده، وانا هتكلم معاك بعقل زي ما اتفقنا من الاول. هتقول لي فين رمضان مدحت وحمو بيكا، بعد كده هعمل لك كل اللي انت عايزه. ماشي تمام. بصوا يا شباب، المفروض دلوقتي المهرج المجنون اتفق معايا اللي هو هيقف معايا لاخر لحظه لحد اما اجيب رمضان مدحت من جوه المقابر وحمو بيكا. بعد كده انا وهو هننتقم من عمر شاور، لان عمر شاور طرده في الشارع وخلاه ينام جنب العربيه وسط الكلاب اللي في الشارع، والكلاب كانت هتخلص على المهرج المجنون. فبعد ما عمر شاور عمل معاك كده، جه واتفق معايا علشان نحط ايدينا في ايد بعض نجيب رمضان مدحت وحمو بيكا. بعد كده خلاص بشرح بقى للناس اهو اهو، بعد كده هعمل له كل اللي هو عايزه وهننتقم من عمر شاور. تمام كده. في راجل انا خاطف في البرج. مين اللي انت خاطفه في البرج؟ خلص عليه. استنى بس، هو مين ده؟ هو مين ده؟ واحد صاحبك. طب تعالى وريني. تعالى. واحد صاحبي انا خاطفه في البرج. ايوه. خش يا كوتا. ايوه العب. ايه ده؟ مين؟ ده كريم بحلو. بحلو؟ وربطك كده ليه؟ انت ما قلتليش ان انت خاطف كريم. احنا ما اتفقناش على كده يا مهرج. تعال هنا. احنا ما اتفقناش على كده. احنا قلنا من الاول هنكون مع بعض. ليه خطفت واحد صاحبي؟ ما اعرفش اللي هو صاحبك يا كوتا. انت لسه قايل لي هنا خاطف واحد صاحبك. مش عايزين نلعب بقى على بعض من اولها، عايزين نحط ايدينا في ايد بعض قدام الناس. عايز اخلي شكلك حلو، ما تخليش انت شكلك وحش. في رمضان وحمو بيكا دلوقتي عشان نروح نجيبهم في المقابر. طب انت ازاي تحط عيال صغيره في المقابر؟ ازاي مهرج؟ يعني ليك عقل اتفرج. مش هرد عليك. يلا يلا يا كريم. طب ممكن نروح نجيبهم؟ انت ليك عقل تفكر بيه. اللي عمل كل ده انا كنت بخطفهم. خلاص طب خلاص تعال نروح نجيبهم. تعال يلا كريم. يلا اخيرا طلع على من جوه المقبره بيكا. مهرج المجنون انا حواليك وبكل مكان. وبضحك على كوتا علشان ادخله جوه المقبره. لا لا يا معلم، لازم وهينتقم منكم كلكم. لا لا انت فين؟ اظهر وريني نفسك يا رمضان. يا بيكا انتوا فين؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل معاك يا رمضان؟ المهرج المجنون، المهرج المجنون كان خطفنا ومدخله جوه المقبرة. هو المقبرة وانا وبيكا، انا فتحت المقبرة بالعافية والمهرج المجنون كان هيك. ايه ده؟ المهرج المجنون؟ انا هنتقم منكم كلكم. طب انا حواليكم كل مكان. انا جوه المقبرة. هاجي معاك فين لحد ما تحبسنا جوه مقبرة؟ كوتا انا خايف ان المهرج المجنون هيكون بيضحك علينا. بص يا كريم، انا مش مستريح له، بس مفيش اي حل تاني، لازم نمشي معاه لحد الاخر. جاي اهو جاي. تعالى كده. هما فين بالظبط؟ هو انهي مقبره؟ فين يعني؟ اكيد جوه المقابر دي. لا يا كوتا، جوه المقابر المفتوحه دي. فتحوا الباب، مش عارف وخرجوا. ازاي يعني؟ ازاي انتوا بتضحكوا عليا؟ احنا اللي بنضحك عليك. اللي ولا نفسي مكانه. ايه 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 ده؟ افكر انت اللي عارف. احنا كنا معاك انا وكريم يعني، وانت اللي جايبنا عندهم. لو احنا عارفين مكانهم هنجيبك ليه ونقول لك تعالى طلعهم. انت رايح فين؟ استنى طيب، كلمني زي ما بكلمك. انا مش فاهم حاجه. كنت واقف فيها يا كوتا. هم راحوا فين بجد؟ مش عارف. ممكن يبقى عمر شاور طلعهم من المقبره. ما اعرفش. انت عمر تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ دي كمان مفتوحه. يا كوتا هيمشي. يا كوتا تعالى شوف. تعالى. طب ايه ده؟ كلمني زي ما بكلمك. عايز كده حل. ممكن يكون عمر شاور طلعهم. ممكن يكون عمر شاور طلعهم. ممكن يكون عمر شاور. طب مش انا كنت معاك؟ مش انا كنت معاك؟ انا كنت عارف.
كنت هتعرف ازاي؟ مش من هنا غير لما جات لك انت يا فوت. طيب ماشي انت طب ما انا كنت معاك، انا لو اعرف طريقهم حاجه اطلعهم ليه؟ حاجه اطلعهم اجيلك ليه اصلا؟ ما انا كنت جيت طلعتهم من الاول. انا لو اعرف طريقهم كنت جيت لهم، ما كنتش جيت لك. لا انا لو اعرف طريقهم كنت جيت طلعتهم. ايه اللي هيخليني اجي لك واقول لك تعالى هاتهم؟ هتعمل ايه كده؟ فهمني فهمني واحده واحده. وهنا اللي هيدخلنا جوه المقبره يا مهندس. دلوقتي انا كنت حراسك جوه المقبره دي. تمام تمام تمام. مين بقى فتح المقبره وطلعهم؟ وطلعهم معرفش. اسال نفسك بقى بتسال انا ليه؟ انا زي زيك. ما انا كنت معاك يا مهرج. المقابر يا مهرج. ممكن يبقى عمر شوا. مشوش من هنا. طب ايه؟ خلاص انت تظهر قدامي. خلاص تعال نبص عليهم تاني، هنلاقيهم باذن الله. تعال 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 يا حسن، تعال يا كريم. ميزو، هو انت متاكد ان انت لازم تخش جوه المقبره دي؟ ايوه لازم يا رمضان، خليك ما تجيش. يلا يا ميزو. اوف يا رمضان، عارف المجنون؟ قلتلكوا انا حواليكوا بكل مكان. وانت فين؟ انا حبست ميزو جوه المقبرة. هو انت اللي دخلت جوه المقبرة؟ لمحمد كوتا دلوقتي. ايوه بنلعب لعبة عليكوا كلكوا. وكوتا فاكرني معاه، ما يعرفش ان انا هخلص عليكو كلكو. هو فعلا عمر شوه راح اطردك في الفيلا بتاعته؟ دي لعبة احنا عاملينها يا رمضان. يا مهرج، احنا جينا لاخر المقابر ومفيش اي حاجة. ايه الخط ده؟ ايه كوتا الريحة دي؟ المكان كلها بتخبط. بس انا ما اعرفه ولا اعرفه. رايح فين؟ دخل جوه المقبره. يلا امشي يا كوتا. استنى يا كحيل الحق، المقبره دي كمان مفتوحه. هنعمل ايه دلوقتي يا كوتا؟ يلا نمشي يا كوتا. يلا نمشي. دخل تعالى بقى. يلا نمشي يا كوتا. انت لازم تقول لي حماقك يا رمضان فين. انت كده اللي غدرت علينا. انت كده اللي غدرت علينا. احنا كنا متفقين من الاول يا مهرج، احنا كنا متفقين من الاول لازم تكمل اتفاقك معانا، ما ينفعش كده. ايه ده؟ وهكلمك بالعقل. يعني ايه في رمضان وبيك؟ صوتك اتغير. رمضان وبيك راحوا فين يا كوتا؟ يلا نيجي. ميزو اختفى. ميزو كان جاي معانا مره واحده برضو اختفى. يلا انا هوصلكم عند كده. يلا تعالى حسن. انا مش عارف اعمل ايه. حاجه طب دي لعبه كان بيلعبها علينا. طب هو عايز يوصل لايه؟ انا متفق مع عمر. ولو عايز ينتقم مننا ليه سيبنا نخرج؟ ليه ما دخلناش جوه المقبره؟ في لعبه غريبه احنا مش فاهمينها ولازم نفهمها النهارده يا كريم. لازم نفهمها لاما كلنا هنخلص. الموضوع بقى صعب جدا وخطر جدا. هنعمل ايه؟ فكر معايا. هو انت كده مش قلت لنا ان انت متفق معاه؟ انا متفق معاهم، كلمه قدامكم كلكم. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. نفسي افهم ولا حل للمشكله اللي احنا فيها دي. دماغي وقفت. فكر معايا بدل ما انت واقف عمال تعمل لي كده. كوتا لو ده هو بيك ارجع يا كريم. يعني هم كانوا معاك من الاول وانت اللي طلعهم من جوه. المهرج مجنون. تعالى كده يا حسن، تعالى كده. عمر شوف لعبتنا عليا. سيبهم سيبهم يا مهرج، سيبهم مالكش دعوة. ها حسن عمر شوقي مش كده يا كوتا. انا كنت عارف في رمضان من الاول. تعالى كده يا كريم. وكريم كان قايل لي انت رايح بيهم فين. اهدى وسيبهم، ما تدخلهمش جوه المقابر الثاني. اهدى سيبهم. استنى يا كريم. استنى. سيبهم. استنى يا رمضان ما تخافش، انا هجيبك. انت فاكر ان انت بتعمله ده صح؟ ارجع انت ورا يا حسن. ارجع ورا، ارجع ورا يا كريم. الموضوع مش يخلص على قد كده. كوتا لازم نجيبه. لسه بدري يا مهرج، واحنا هننتقم منك. ما تفتكرش لما تدخلهم جوه المقبره انت كده هتعمل حاجه.